ونبدأ إذن العالم بالليلة من سوريا وتحديدا من العاصمة السورية دمشق. فغارة إسرائيلية مفاجئة ضربت هدفا لم يكن يخطر على بال طهران، ضربة استهدفت مقر السفارة الإيرانية بدمشق، تحديدا مبنى القنصلية الملحق بالسفارة، أدت لمقتل محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان مع مساعده وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في هجوم إسرائيلي على مبنى القنصلية في منطقة المزة بدمشق، رغم أن إسرائيل لم تتبنى الهجوم حتى هذه اللحظة، إلى أن القناة 13 الإسرائيلية كانت قد ذكرت أن شخصية إيرانية رفيعة المستوى مستهدفة في هذا الهجوم الذي أدى إلى تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا بالكامل وفق وسائل إعلام إيرانية. وإشار إلى أن محمد رضا زاهدي هو ضابط عسكري كبير في الحرس الثوري الإيراني وتولى سابقا قيادة القوات الجوية والبرية الإيرانية، يشغل أيضا حاليا منصب القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان كان. وهذه بعض الصور التي نشاهدها معا على هذه الشاشة.